السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معاكم رشيد. مقطع اليوم راح أجدد كاليبرات المرسيدس، راح أفككها بالكامل، أغير لها طقم إصلاح وأرشها بويا، أنظفها وأرشها بويا. قبل أن أبدأ المقطع لا تنسوا تضيفوني بحسابي على سناب شات عشان تشوفوا الجديد أول بأول، وإذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان تشوف المقاطع الجديدة أول بأول. اول شي راح ابدا افكك الكاليبرات عن بعض عشان يسهل علي التنظيف والرش. بمفتاح الينكي 8 هفك الاربع مسامير اللي مثبت القطعتين في بعض. بعد ما جربت اكثر من طريقة لقيت هذا الحل، اني احط بايب طويل يثبت الكاليبر. كان المفروض افك المسامير والكاليبرات راكبة على السيارة، كان احسن. وهذه هي الكاليبرات مفكوكة، الظاهر اني انا اول شخص فكيتها من 26 سنة. طبعا نسيت انه لازم اطلع البساتين، فركبت المسامير مرة ثانية. البساتين تطلع بكبسة هواء كده من مكان الزيت، تطلع البساتين معاك. تمام، هذه الكاليبرات بعد ما فككت البساتم وفككتها عن بعض، وهذه القطع كاملة. الحين راح ابدا انظف غبار الفرامل اللي على الكاليبر. طبعا هذا الغبار فرامل قديم جدا، قاعد احاول اواجه صعوبة يعني بتنظيفه. راح احاول احط عليه WD-40 اجرب. ما اظن حينفع. راح اجرب زيت فرامل. طبعا زيت الفرامل الاصلي ينظف دائما، وانا دائما استعمله بتنظيف الاشياء. هحاول انظف فيه الكاليبر هذا. تقريبا زيت الفرامل ينظف، فحنظف باقي الكاليبرات كلها بزيت الفرامل. الحين بدجريزر راح اشيل زيت الفرامل الباقي على الكاليبر.
تمام، شوف الفرق بين القطعة بعد التنظيف وقبل التنظيف. ترى أنا أول مرة أعرف إنه هذا لونها، كنت محسب لون الكاليبر تبع المرسيدس أسود. الحين راح أبدأ في القطعة الثانية. طبعا كاليبرات المرسيدس تجيك بدون بويا، تجي حديد مقلفن، لكن مع التنظيف الحين هذا والفرق كل القلفنة تروح، فلو خليتها بدون رش بويا ممكن فترة شهر وتصدي على طول. لكن هي لما تجي من الوكالة تكون حديد نفس هذا اللون جاي على ذهبي شوي، هذا زي جلفانايز عن طريق الكهرباء يلبسوا فيه الكاليبر، في لها طريقة معينة بدون رش بويا ما تصدي، وهذا سبب انه الكاليبرات عمرها 26 سنة وبدون بويا وما هي مصدية. كمان شوف الفرق قبل وبعد التنظيف. هذه البقايا راح اشيلها بالصنفرة الحين، لان لازم اسوي للكاليبر وجه صنفرة قبل الرش. الحين هذه البساتين مصدية من الداخل، راح احاول انظفها يكون افضل. راح احط فيها مواد تجي تشيل الصدى، اخليها تنقع لمدة 5 دقائق وبعدين مسحة كده تروح الصدى ان شاء الله. الحين بعد 5 دقائق افركها بليفة كده فركة. شوف الصدى راح، ما ادري اذا باين على الكاميرا، خليني اقرب. لكن يعني هسوي لها كده بالواير برش دعستين خفيفة عشان اتأكد ان الصدى كله راح 100%. شوفوا الشكل بعد ما سويتها الواير برش. هذه صورة لنفس البستم قبل وبعد، كده تأكدت ان الصدى راح بالكامل. المسامير راح انقع بس الراس تبعها، اخليها تنضف بس لان بعدين حرش الراس بويا. نظفت بس الراس، ما قربت على السنة عشان لا تصدي. الحين قبل لا أبدأ أرش هسوي تنعيم للكاليبر، يعني صنفرة 320 صنفرة 400، إذا في زوائد بالحديد أشيلها عشان يطلع الشكل والرش نظيف. الحين الكاليبرات والبساتم جاهزة للرش. البويا اللي راح استحملها اي نوع اساس يكون كويس يرش اول شيء، بعدين بويا حرارية
أنا البوية حستعملها على البساتم الحرارية، الكاليبرات راح استعمله بوية خاصة بالسيارات. طبعا الكاليبرات ما تعدى حرارتها 200، هذه البوية تتحمل، هذه بوية خاصة للبادي السيارة حقت بي ام، ولكر كمان لكر سيارات. طبعا البوية واللكر إذا كانوا أصلي النوع أصلي تتحمل حرارة. حبدأ أرش أساس أول شيء، طبقتين يكفي. اخليها الين تنشف لان يبغى لها وجه صنفرة قبل لا ارش البوية. الحين هذه البساتم راح ارش اساس من الداخل فقط، من برا حطيت عليها تيب عشان لا يجي عليها بوية. بعدها حرش بوية حرارية لون اسود جوا البستم. نسيت اصور لما كنت ارش الطبقة الاولى لكن ما علينا. هذه الطبقة الثانية بوية حرارية. هذه الكاليبرات بعد ما صنفرت الاساس صنفرة 600، اول شيء 400 بعدين 600 عشان يعطي نعومة بالرش لما ارش البوية يبان كذا ناعم. راح ابدأ بالبوية. هذه بوية السيارات تكلمنا عليها، بوية بي ام، هذه بوية بي ام ام 4 نفس درجة اللون. هذه الشركة اللي اشتريت من عندها البوية تبيع بوية سيارات بس محطوطة ببخاخات، يعني اذا عندك حكات بسيطة ما يحتاج تروح عند ورشة، تروح تشتري بخاخ بوية بنفس رقم بوية سيارتك وترشه، وبخاخ لكر ترش وصلى الله وبارك. الفكرة حلوة جدا عجبتني الصراحة. ونفس الشيء الكاليبرات ينفع لها هذه البوية لأن يعني ما تعدى درجة حرارتها 200. أنا ما قاعد أرش على فرن ولا على ماكينة. بعد ما رشيت البوية الحين أرش اللكر. وهذه الكاليبرات بعد الرش جاهزة للتجميع والتركيب. ما شاء الله اللون رهيب، أنا عجبني. هذا طقم إصلاح إتي نفس نوع الكاليبرات، إتي أصلي بالقوة حصلته. اول شيء اعبي الجلد زيت واركبها بالمجرى الخاص فيها داخل الكاليبر. والمجرى نفسه اعبيه زيت عشان لما احط السلندر. هذه الجلد اللي تحمي السلندر من برا ولا البستم ولا والله ما ادري ايش اسمه. احط عليه زيت واضغطه مكانه، حاول قدر المستطاع يكون ستريت سيدا لما اضغطه عشان لا يخرب. هذه الاربع قطع جاهزة. الحين هبدأ أركب في جلد صغيرة تركب على مجاري الزيت، لازم أتأكد منها.
بالنسبة للمسامير راح أشدها شد يدوي هنا، لأن ما حقدر أستعمل نفس الطريقة اللي فكيت فيها أحط ماسورة عشان لا يخرب الكاليبر. لما أركبه على السيارة حشد المسامير هذه بالتورك كرنش على التورك المحدد تبعها. هذه ليات الزيت سويت لها تنظيف فقط، لأنها ما شاء الله نظيفة ما فيها لا نشفان ولا تقطيع. وهذا الشكل النهائي للكليبرات بعد التنظيف والتجديد والرش. صراحة النتيجة أنا عجبتني. أنا أبغى رأيكم بالتعليقات، هل شكلها حلو، اللون حلو، في ملاحظات على الشغل ولا لا، كل شيء تمام ولا لا. أستقبل تعليقاتكم بخانة التعليقات تحت. تمام شباب، لهنا يكون انتهى مقطعنا اليوم. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، وتضيفوني بحسابي على سناب شات عشان تشوفوا الجديد اول باول والشغل قبل لا ينزل المقطع على اليوتيوب. كان معاكم رشيد والسلام عليكم.